خلينا نكمل كلامنا في نفس الموضوع ولكن في زاوية تانية مختلفة. قضية مواجهة التغيرات المناخية هي قضية وعي في الأساس. التحدي الأصعب هو إزاي نخلق جيل جديد واعي وفاهم وقادر إنه يعرف يتعامل ويواجه أثار التغيرات المناخية. عشان كده المركز القومي لثقافة الطفل نظم ملتقى الثقافة والتعليم والبيئة، واللي ضم سلسلة من الفعاليات التوعوية الفنية اللي هنعرف أكتر عنها من ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والأستاذ أحمد سراج مؤسس مشروع سفراء التنمية ومدرب التغيرات المناخية المعتمد بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعداء جدا، ويعني بنشكر حضراتكم على الاستضافة، وبنشكر حضراتكم على التغطيات المتكررة لأعمال المركز القومي لثقافة الطفل في كل الأنشطة في الحياة. التلفزيون المصري بيتابعنا بشكل جيد جدا. أهلا بك أستاذ أحمد. خلينا بداية كده نتكلم عن الملتقى نفسه، فكرة تمام. الملتقى، الجهات المشاركة، كيف تم التعامل معه؟ تمام. هو دلوقتي فيه رؤية مهمة جدا للدولة، وهي الشراكات ما بين عدد الوزارات المختلفة اللي ممكن يكون ما بينها تعاون في إطار ما. الطفل يهم عدد كبير من الوزارات، وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة الأوقاف، إلى آخر الوزارات اللي هي اللي موجودة. اللي حصل إن إحنا في توجيهات في الحقيقة من الثلاث وزراء أو من الوزراء كلهم، دكتورة نيفين الكيلاني وباقي السادة الوزراء، إن لابد إن يحصل فيه تعاون ما بين مجموعة العمل اللي موجودة في وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وبقية الوزارات الأخرى. فإحنا فكرنا في إن يبقى فيه ملتقى للثقافة والتعليم والبيئة. وفي الحقيقة كانت الفكرة بدأ في الأول الثقافة والتعليم، وقلنا لابد كمان إن يبقى معانا البيئة، فبقت البيئة موجودة معانا. وبدأنا نفكر في فعاليات اليوم، وكان معانا الأستاذ الشاعر والمسرح الأستاذ أحمد سراج ممثلا ومنسقا من التربية والتعليم، ومعانا الدكتورة رحاب يوسف منسقة معانا من وزارة البيئة. وبدأنا نجتمع ونفكر شكل اليوم هيبقى إيه بالظبط. اليوم بقى في التغيرات المناخية بمجموعة أفكار وأنشطة مختلفة. أستاذ أحمد سراج ألف لنا مسرحية اسمها عسل ونار. المسرحية دي بتغطي مجموعة الأفكار اللي موجودة في التغيرات المناخية بشكل كبير، زي الاقتصاد الأخضر، زي شح المياه، زي إلى آخر هيتكلم عنها هو تفصيلا يعني. وبقى في ندوة ومجموعة ورش من البيئة، والمركز القومي لثقافة الطفل شارك بالمعرض ومعرض اللوحات لأطفالنا. عندنا مشروع اسمه مصر ترسم، شغالين عليه من شهر 6. الأطفال بيشتغلوا رسم وبيشتغلوا في مشاريع مختلفة. وأيضا في حاجة اسمها الابتكارات المتعاملة مع البيئة، الأولاد الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير واللي فائزين في المخترع الصغير. وأيضا في بقى موسيقى وفي فنون شعبية وفي ورش إلى آخره. عظيم. وجمعنا كل الأشياء دي كلها مع بعضها، وبدأنا ننظم برنامج وبدأنا نتدرب عليه. وفي الحقيقة الأستاذ أحمد بقى له أسبوع أو 10 أيام بيدرب على المسرحية مع المخرج نصر عبد التواب من المركز القومي لثقافة الطفل. وده فعلا اللي عايزين نتكلم فيه مع الأستاذ أحمد، عن طبيعة مشاركته في هذا الملتقى، ومن وجهة نظرك بشكل عام أهمية هذا الملتقى. هو طبعا شاكر هذه الاستضافة، وشاكر لصديقي أستاذي الأستاذ محمد ناصف الفرصة العظيمة اللي أتحنى في هذا الملتقى. فكرة الملتقى بالنسبة لي أنه إزاي إحنا نوصل لكل أطفال مصر وكل أولياء الأمور وكل الناس اللي عايشين على أرضها أنه كل شخص فيهم قادر أنه هو يساعد مصر في دعم التنمية المستدامة والقضاء على التغيرات المناخية. وبناء عليه تم بناء فكرة المسرحية على عسل اللي هي التنمية المستدامة، ونار اللي هو ما يخص التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، شح المياه. علشان نعمل ده لجأنا لمجموعة من المقدرات اللي موجودة جوه المركز القومي لثقافة الطفل، وطوعناها للتربية والتعليم. كل الناس بتحب أمل وعمر وبتذكرهم بزمن التعليم الجميل. عشان كده فريق الأراجوز عمل لنا عروسة أراجوز اسمها عمر وعروسة أراجوز اسمها أمل.
بمجرد ظهورهم على المسرح بدأ الناس تتفاعل، وبدأ من خلال حوار لطيف بينهم وبين بعض نبدأ نكتشف ايه هي التغيرات المناخية، وان الموضوع قريب جدا جدا مننا من خلال حوار متفاعل. وهو النص في الأساس مش مسرحية تقليدية، هو مستخدم مجموعة من المصطلحات او التقنيات اللي جوه المسرح، زي المسرح داخل المسرح، وزي التعامل مع الجمهور، وزي ومستخدم من التربية فكرة المنهج الخفي، ازاي احنا بنقدم للطلبة مجموعة من المصطلحات ومجموعة من القيم من غير ما هو يشعر بيه. اعتمدت الفكرة في الأساس على التجسيد والتصور، يعني بمجرد ما بنقول عسل ونار في استخدمنا فكرة الإخراج البريختي اللي هو شبه فقير خالص، جبنا عشان يبقى الموضوع الطلبة سهل، لأن المسرحية وغيرها هتبقى جزء من مشروع سفراء التنمية، إن كل حد بيحضر بيطلع يشتغل وبيطلع يوعي. فكان جزء من الديكور أصاري زرع، وده العسل بيقف وراه مجموعات التنمية المستدامة بعد ما الجمهور نفسه بيكتشفها، لأنه الفكرة إحنا بنتكلم مع الولاد عن حاجة ونقول لهم دي فزورة ونطلع لهم ثلاثة، يطلع واحد من الجمهور يختارها، يبدأ يحصل حوار ما بين أمل وعمر والملاغي إن ده عسل ولا نار، مفيد ولا مضر، حلو ولا وحش. الطفل الصغير بتشرك الجمهور كمان يقعد يفكر، الجمهور مش مسألة هو بيتلقى فقط من اللي بيقوموا بالعرض المسرحي. هنا اللعبة اللي هي قايمة على التعلم النشط وقايمة على المسرح داخل المسرح، احنا بنطلع طفل صغير ما عرفش أي حاجة، المسرح ما علوش غير أمل وعمر والمعلم، وبيبدأ الجمهور هو اللي يبني المسرحية واحدة واحدة. ففي النهاية خالص بنوصل لأن أنا عندي عسل، مفاهيم العسل، عندي نار، عند المؤشرات اللي احنا بنحكم عليها، وفي النهاية احنا عاوزين حل. بيطلع 12 واحد من الجمهور، كل واحد معاه لافتة مكتوب عليها هو يقدر يعمل ايه، يعني مثلا اطفئ النور الذي متى لا تحتاج اليه، اطفئ النور الذي لا تحتاج اليه الان حتى تجده عندما تحتاج اليه، اذا اردت ان تسمع صوت البلبل فازرع له شجرة، كلها يعني كل الفكرة انه توجه التغيرات المناخيه في الاساس هي ممكن يتقضي عليها، وممكن يعني ندعم التنميه المستدامه بالاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الدوار وما الى ذلك، بان كل فرد يقوم بدوره. يعني لما تسال رئيس الصين انت عندك 2 مليار شخص بتتصرف ازاي، فقال لهم انا عندي 4 مليار يد عامله، احنا عاوزين نحول الموارد البشريه في مصر الى قدرات هائله، هيحصل ده ازاي؟ من خلال تنمية وعيهم. أنا باخده الأول من المجسد الحاجة اللي هو عارفها، يبقى عاوز يفهم إيه هو العسل، إيه هو النار، خلاص عرف، لأنه في عملية التعليم في الأصل هي عملية بناء سلوك. يبدأ بالمعرفة، حضرتك بتعرف، فبتحب أو تكره، بتميل إلى أو تميل عنه. الفكرة من التعليم التفاعلي أو فكرة المشاركة سواء من الأطفال، وأعتقد أن أنت ممكن تكون حضرتك بتستهدف الجمهور الكبار، لأن الأطفال مش عارفين أمل وعمر، والأطفال مش عارفين قوي برضو صوت البلبل، عارفين صوت العصافير. فأنا شايف حضرتك بتكلم قاعدة أكبر، يعني بتكلم أطفال وبتكلم يمكن أهليهم اللي حيأكدوا على الفكرة. حضرتك طبعا بشكر حضرتك على كده. احنا أول ما بنقول أمل وعمر أولياء الأمور اللي قاعدين، احنا اللي على طول حلقة ما حضراتكم صغيرين يعني مسكوها، فعلى طول بيبدأوا يسألوا، فالأب والأم بيميلوا على أولادهم، وده حصل في العرض مبارح، ويحكوا لأولادهم مين أمل وعمر، ويبدأوا يدوروا عليهم. فكرة إن الولاد مش عارفين صوت البلبل، كده بنعمل تفاعل بين الأطفال وأهاليهم، وبنفتح نقاش بين اتنين، لما بيحط البلبل الأب على طول أو الأم، احنا بنعمل عملية ربط، وعندنا اتنين مستهدفين، مستهدف رئيس اللي هو الطالب، ومستهدف في الخلف اللي هو الأب. بيبدأ يحصل الحوار الأسري، وتبدأ تحصل عملية التفاعل. في نفس الوقت المسرحية قايمة على الدهشة والابتكار، يعني احنا بنقول مصطلح فبيبدأ بسرعة يحصل حوار عليه، وبيبدأ من خلال الحوار نفككه ونربطه. طيب أستاذ محمد، أهمية أن الطفل من هو صغير يعرف يعني تغيرات مناخية. تمام، هو حضرتك في ده السؤال اللي حضرتك طرحته في الأول، والأستاذة في فكرة أنك أنت الطفل عايز توصله لإيه. أولا إحنا قدام مجموعة أو جماع أطفال بيمثلوا جيلين في منتهى الأهمية، هو جيل زد
اللي هو لغايه 24 سنه، اللي هو من مواليد 97 لغايه دلوقتي، وجيل الفا اللي هو لغايه 14 15 سنه. والجيلين دول في الحقيقه هم جيلين في منتهى الاهميه، ولهم مفاهيمهم الخاصه سواء على المستوى التكنولوجي او حتى على مستوى الافكار والقيم. يعني القيم اللي احنا موجوده عندنا ممكن عندهم برؤية تانية. على سبيل المثال الجيل الصغير ده هو جيل له مشروعه الخاص، له مشروعه الخاص. فلو انت اشتغلت عليه وقلت له خلي بالك وانت بتعمل مشروعك في حاجة اسمها تنمية مستدامة، علشان تعمل مشروعك ده لازم يبقى في حاجة اسمها محور البيئة. فانت بتزرع جواه انك انت لما تيجي تعمل مشروعك وانت صغير خلي بالك في محور البيئة فيه. بمعنى سي لو باباك او والدك او اي حد هيجي يعمل مشروع هيبقى فيه دخان، هتقول له لا ده كده عنصر البيئه، هو نفسه اللي هيقف، هيبدا يفكر فيه. لو هيعمل فيه مشروع على قده هيقطع شجره من الحديقه بتاعهم او من الشارع او من الحي هيتوقف. معنى كده ان انت بتزرع جواه من دلوقتي بتقول له خلي بالك ان في محور، لان انت ليك مشروعك الخاص. هو جيل له مشروعه الخاص، مفهوم. والجيل الثاني هو جيل الاعظم برجماتيه في العالم، بس مش البرجماتيه زي بتاعنا اللي احنا زمان اللي احنا عارفينها، البرجماتيه الايجابيه مش البرجماتيه السلبيه. بمعنى ان هو عارف مصلحته وعارف هو هيعمل ايه، هو مش هيدوس على حد بس هو عارف مصلحته اكتر مننا وبيحتك بالواقع اكتر مننا. ده رقم واحد. اذن وبتقول له خلي بالك بقى انك انت عندك في الاهداف ال17 للتنميه المستدامه الهدف 11 والهدف 17 بيتكلموا عن المنطقه دي. انت ضفت بقى جواه من غير ما يدرى انك خلي بالك من المحور ده هتشتغل عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، المسرحيه اللي شغاله دي انت بتشتغل زي ما قال الاستاذ احمد في حاجه اسمها المنهج الخفي. المنهج الخفي دي مجموعه قيم خلاص انت عايز توصلها للاطفال، ومجموعه معلومات عايز توصلها له. بمعنى ان احنا واحنا بنشتغل في مجموعه سلوكيات بتتم على خشبه المسرح انت بتعمل له تعديل، وفيه الملاغي اللي موجود مع الاراجوز اللي هو عمر واللي موجود مع امل طول الوقت عمال يعلق ابراهيم بشكل عبقري جدا، بيعلق على احمد وبيعلق على الاستاذه جان، بيعدل لهم سلوكيات موجوده. في حاجه مهمه في العرض ده وهو انك يعلمنا ازاي فكره العروض التفاعليه. احنا كنا زمان انا كاتب مسرحي فاحمد كاتب مسرح، عارفين حاجه اسمها كسر الحاجز الرابع اللي هي ما بين الجمهور وما بين خشبه المسرح. هذا المسرح التفاعلي اللي هو بيعمل هذا المنهج الخفي شغال على ده. طبعا مش عايز اقول لك كان يوما بصراحه بجماع الثلاث وزراء، نشكر الثلاث وزراء في الحقيقه الدكتوره نيفين كيلاني، الدكتوره رضا حجازي، الدكتوره ياسمين فؤاد في الحقيقه، على ان هم يعني عاملين اطر للتعاون ومجموعه الناس التنفيذيين اللي بعد كده بيشتغلوا في الاطر ده عظيم جدا. وزي ما حضرتك ذكرت انه الطفل من هو صغير يكون عنده كده من جواه حاجه بتفكره بالحفاظ على البيئه، ضروره الحفاظ على البيئه. لو هعمل مشروع مش هفيد البيئه ما ضرش البيئه، ودي حاجه مهمه جدا. احنا بنشكر حضراتكم طبعا. انا عايز اقول لك على حاجه في النقطه دي يا شاذلي، ان في كتير من الجهات ابتدت تهتم بهذه النقطه، يعني حتى الاماكن المخصصه للكبار كمان، يعني كليه بنات عين شمس مثلا النهارده وحده اكسار النبات عامله دوره كامله للاطفال لتعليم الزراعه وللتعامل مع التغيرات المناخيه بالتزامن مع مؤتمر كوب 27 علشان تهيئ حتى اطفال المدارس برغم انهم جامعه يعني وبرغم انها كليه، عشان تهيئ حتى اطفال المدارس. ففي توجه عام في المؤسسات الرسميه كلها انها تعمل هذا الموضوع. الاستاذ شاذلي لو سمحت لي دعوه العرض ان شاء الله هيتم كل جمعه في الحديقه الثقافيه بالسيده زينب لغايه ما يعني شهر 10 وشهر 11. فالدعوه للناس مجانيه طبعا، بندعو كل الناس ان هم ياخدوا اطفالهم ويروحوا لحضور هذا العرض. وبنشكركم شكرا جزيلا، ونشكر الزملاء الاستاذ محمد ناصر رئيس المركز القومي لثقافه الطفل، استاذ احمد سراج مؤسس مشروع سفراء التنميه ومدرب التغيرات المناخيه المعتمد بوزاره التربيه والتعليم. شكرا جزيلا لكم. شكرا.